مفيش حاجة جديدة في الجورنال امبارح زي النهاردة. انت بتفكر في ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ في حد مخه فاضي كده؟ ولا حاجة مش معناها مخي فاضي، انا قصدي ان مفيش حاجة محددة بفكر فيها. ليه؟ مش فاهم ايه ليه، يعني دي بتحصل احيانا. حاجة غريبة قوي. وايه اللي غريب قوي يا شيرين؟ الحالة اللي عندك دي. حالة ايه؟ انت هتألفي لي حالة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الاولاد فين؟ البنت شبطت في جدتها وراحت تقعد معاها يومين في الشقة اللي انت وضبتها وانتجتها للست مها. وسمير فين؟ لسه ما رجعش. الولد ده بياخد القرد ويروح به فين؟ في النادي. اطواره غريبة جدا سمير ده. من شابه اباه فما ظلم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ما يعنيش. رايح فين؟ رايح القهوة. هتقابل عبد العزيز؟ يمكن. ليه؟ ابقى وصيه على الموضوع اللي انا وكلته فيه. وكلتيه فيه؟ موضوع ايه؟ موضوع بابا. اصل انا رحت له المكتب ووكلته في القضيه. انت اتجننت يا شيرين؟ هترفعي على ابوكي قضيه؟ مش حرفة عليه قضيه، انا عايزاه بس يفهمه الموقف. اذا بقى ركب دماغه يبقى فيها كلام تاني. بتهددي ابوكي؟ ما بهددوش. انت ليه ما بتفهمش؟ انا بنقذه. اتضح انها عامله له سحر، عامله له عمل. طلعنا العمل ولسه ما بوظناهوش. بقى انت واحده متخرجه من كليه الهندسه، انا مش قادر افهم ازاي واحده زيك عايشه في نهايه القرن العشرين وبتفكر بعقليه واحده جاهله من القرون الوسطى. اسم الله عليك يا اخوي. يعني ايه بقى؟ معرفش يعني ايه. شوف يا شيرين، انا بحذرك، ابوكي رجل فاضل ومحترم، وعروسته ما تقولش عروسته. بلاش عروسته، خطيبته الأمورة. ما تقولش أمورة. حاضر، بس برضو أنا بحذرك، لا يجب أن أنت تقتحم حياتهم ولا تعكنيني عليهم ولا تتدخلي في حياتهم. أنا حذرتك والآخر مرة. يا ساتر على البرومة. خد يا أخوي، خد، لو أنك بتطفيها مش بتلمحها. يا دي البخت. إيه أنت بتعمل إيه أنت يا راجل؟ الله. السلام عليكم. اهلا يا رؤوف. ايه اتاخرت ليه؟ اشتبكت مع الهانم قبل ما اخرج. انقذك. هو برضه انقذني ولا انقذك انت يا عبد العزيز؟ قالت لك انها جات لي؟ ايوه يا عبد العزيز قالت لي انها جات لك. اسمع يا عبد العزيز، اوعى تكون ناوي تطاوعها وترفع لها قضيه على ابوها، حكم انت ما تصدق مصيبه وتشبط فيها. قضيه ايه بس اللي عرفها؟ ابوها لا بيشد في شعره ولا بيقطع في هدومه. الراجل لسه في عقله ما جننش. وهي مالها هي؟ يتجوز يطلق، هي مالها؟ وبعدين انا سالتك قبل كده، قلت لك ابوها عنده فلوس؟ قلت لي لا، مراتي مش ماديه، دي غيرانه عليه بس. قصدك ايه؟ قصدي انها خايفه عليه، خايفه على فلوسه. وبعدين عشان ما نظلمهاش بقى الدنيا كلها كده. يعني ده شيء طبيعي جدا. فلوس ايه؟ فلوس ايه اللي انت فاهمها؟ الراجل كل اللي حيلته بيت وفدانين، ادي كل اللي عنده. بس بكام؟ هو ده السؤال. احسنت القول يا عبد العزيز. ولاحظ يا سرعوف ان ده مش بيت، دي فيلا محترمه على البحر في احسن حته في اسكندريه، يعني ما تقلش عن 2 3 مليون جنيه من غير حسن. هو ده بيت القصيد. يا ساتر على قروكو يا ساتر. اسمع يا عبد العزيز، انت مراتي وهي صاحبي والراجل حماتي. ايه؟ يوه، انت صاحبي وهي مراتي والراجل يبقى حمايه، فارجوك يا عبد العزيز ما تحرجنيش. ارجوك ما تتدخلش في اللي الست دي ناويه تعمله. بصراحه الموضوع ده محرج بالنسبه لي قوي. صح يا عبد العزيز. خد يا عم ال 100 جنيه اللي انا خدتهم منها عربون، اصرفهم وتشبرق بيهم، بس ما تقولهاش. لا يا حبيبي، انا هقول لها وادهم لها عشان الست ما تتعشمش فيك.
يوسف. ايه صاحبك ده؟ انا بشوف بيقعد على القهوه ليه؟ اصله ساذج سذاجه يا جدع. انا سمعت من الجرسون انه ساذج. يا حبيبي انت لو رحت قلت لها هتروح ورايحه واخده الفلوس مقومه محامي تاني تديهم له، فلا تقول لها ولا تديها اي حاجه خالص. خلاص خدهم، مش حقك ده، ده عربون. بس ارجوك اوعى تتهور وترفع لها قضيه على الراجل. ما تخافش، ثم قضيه ايه اللي هرفعها ب 100 جنيه وانا بتاع فراخ؟ دلوقتي احنا هنسيبه بقى يفرق بال 100 جنيه اللي خدهم من مراتك دول؟ انت شايف ايه؟ شغاله بيهم، ناخد منه استشاره قانونيه يعمل لنا بيهم مذكره، نقوم انا وانت نضرب واحد ويترافع علينا بيهم. صح يا يوسف، ضروري نشغله بيهم. يا حلاوتكم، انتوا ناسين ان انا نجيتكم قبل كده في قضيه ما خدتش فيها ولا مليم؟ خلاص ربنا بعت لي فلوس من غير اي قضيه. ودلوقتي نبتدي بالاستشاره القانونيه. شوف يا مت، دلوقتي وكيل الوزاره فاهم ان رؤوف قريب الوزير وعاوزه يكلم الوزير عشان يمديله سنه خدمه. نتصرف ازاي يا مت؟ عشان كده كان بعت العنكبوت في عيد ميلاد بنتك. تمام، افتينا يا متر. احسن حل هو الصراحه، انت تكلمه بمنتهى الصراحه وتقول له انك لا قريب الوزير ولا تعرف الوزير ولا تقدر تمدله لا سنه ولا شهر ولا ساعه، وتخلص نفسك. معك حق، ده افضل حل. قول لي والدتك وصلت؟ ايوه وصلت، تصور بقى لها يومين وما شفتهاش. اصل وحشني المحشي بتاعها قوي. معلش اصبر يومين لحد ما تستقر هي ومها وبعدين نبقى نروح. جميل. ايوه يا عبد العزيز. بيه تنزل ثلاثة قرفة بالحليب، ثلاثة حاجة ساقعة، ثلاثة قهوة مظبوط، ثلاثة ساندويتش. من عينيا يا عبد العزيز. ايه ده؟ على حساب مين ده كله؟ على حساب البيت. ايه؟ بعدين يا ما ابدا، انا ما صدقتش يا عمتي، قلت جايز نسي محفظته في البيت او جايز نسي ياخد معاه فلوس. يمكن يا بنتي. ابدا يا عمتي، ده اتضح انه بخيل، بخيل جدا لدرجه لا يمكن اصورها لك. الشاي والسكر والقهوه حطيتهم في الدولاب وقافل عليهم المفتاح، والمفتاح في جيبه. اقول له عايز اشرب فنجان قهوه فنجان شاي، يقول لي الشاي بيتلف المعده القهوه تبوظ الاعصاب. تخيلي يا عمتي، نخرج سوا، عمره ما جاب لي جلاتي، عمره ما جاب لي هدية، حتى عمره ما قال لي كلمة حلوة يا عمتي. عارفة المكنة اللي بتلم فلوس؟ اهو كان عامل كده. اعوذ بالله، يغور الرجل البخيل. لكن يا بنتي انت سكتي عليه لحد دلوقتي ليه؟ اعمل ايه يا عمتي، انا بنكسف، الحاجات دي تكسفني موت. متربية يا بنتي اصيلة. وبعدين يا مها؟ ولا قبلين يا عمتي، ده كان اسعد وقت عنده الوقت اللي ينام فيه عشان ما يصرفش فيه فلوس. يا عيني عليك يا بنتي، واستحملتي ده كله ازاي؟ دول 11 سنه بحالهم يا اختي. كويس انك سبتيه. انا ما سبتوش يا عمتي، هو اللي طلقني. عارفه طلقني ليه؟ ليه؟ عشان يتجوز واحده امريكانيه غنيه. يا اختي كويس ان ربنا نجاكي منه، منه لله البعيد. عملت لكم شاي يجنن. تعيش يا حبيبتي. تسلم ايديك يا سميحه. اللي هو سمير ما بيجيش يزورنا ليه؟ اصله مشغول مع القرد. اللي ايه حكايه القرد ده؟ دي هديه عمو عبد العزيز ليا في عيد ميلادي. اما عبد العزيز ده عليه حكايات من ايام ما كانوا في الجامعه. اخبار ماما ايه؟ كويسه، البيت والشغل واخدين كل وقتها. وبابا ماله؟ الشغل برضو واخد وقته؟ مش عارف، اصل بقالنا كام يوم كده ما شفناهوش. ما هو عارف ان انا معاكوا بقى يا تيتا، ومفيش فرق. البركه فيكي يا حبيبتي. بس على فكره انا زعلانه قوي من الواد اخوك الشقي ده. يا تيتا سيبيه، ده البعد عنه غنيمه. عارفه يا سميحه، بكره هتحسي قد ايه الايام دي كانت جميله. ده احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يكون له اخ او اخت. اسالين انا ليه يا مها؟ ناقصك ايه يا حبيبتي؟ ما احنا كلنا حواليكي. سيبك من الماضي بقى وعيشي معانا وانت تنسي كل حاجه. مش قصدي يا عمتي، انا بحكي السميحه عشان ما تزعلش مع اخوها. عارفه يا سوسو، ان ما كنتيش هتقولي للواد سمير يجي يزورني ده انا هزعل منك قوي. وما تنسيش تسلمي على بابا وماما، وخلي بابا يجي عشان يشوف تيتا. تيتا بس يا طنط.
مش هتشرب حاجة؟ استني بس ما تقطعنيش، أنا دلوقتي فاضل لي نطتين وأوصل دورة برشلونة. نطتين إيه؟ بطولة القاهرة وبعد كده بطولة الجمهورية. لا مش نطتين، 4 نطات. بطولة البحر المتوسط وبعد كده بطولة إفريقيا. على العموم هاني القرد بتاعك هيموت من الجوع. مش عارفك عمال يقرقط في صوابعي. تصوري النهاردة اشتريت له بربع جنيه سوداني، بس للأسف أزقستهم قبل ما ادهم له. مش هتشرب حاجة؟ لا أنا لو شربت حاجة معرفش أتعشى. طب إيه رأيك ما تيجي نتعشى هنا سوا؟ هتعزميني؟ أعزمك. إزاي الست تدفع والراجل موجود يا أستاذ؟ أنا مش راجعي، أنا في الحاجات دي مديرن. لولا طبعا اذنك يا سمرة. باي باي. ايه ماشيه؟ اه لولا جت. طيب باي باي. باي باي. كانت عاوزه تخون منا وتتعشى على حسابنا يا ميمون. انت لسه واخده على خاطرك مني؟ يا سلام، يعني انت ما غلطتش؟ كنت بضحك معاكي، كنت بهزر. بتهزر؟ ما انا عمال احكي لصفيه قد ايه انا بحبك وقد ايه اللي بينا، وتيجي انت بكل بساطه تقول لها انا خلاص نفسي تسدد عن الجواز. انت كسفتني بصراحه. صحيح بتحبيني يا فيفي؟ يا سلام، عندك شك في كده؟ بصراحه يعني انا ما عنديش اي شك من ناحيتك. انا مش عارف اقول لك ايه. عاوز اقول لك يعني انا رجعت عيل صغير من تاني. انا بحلم بالسعاده وبالدقايق اللي قبلك فيها، بحلم بلحظات السعاده لما بشوفك وبقعد معاكي. انا كنت اقصر معاكي، بضحك معاكي. وعشان اثبت لك حسن نيتي انا عامل لك مفاجاه هتعجبك قوي. خلاص سماح، يلا بينا. ايه رايك في دي؟ تجنن. ان كانت عجبتك خديها. عجباني قوي قوي. خلاص مبروك عليك. وعليك. ما تقول لنا حاجه يا اخي بدل ما انت واقف كده. مبروك يا عروسه، مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. تاني في بيانات الثلاث شهور اللي فاتوا بنجمعها. احنا ليه ما بنعملش متابعة لانتاج المزارع بصفة دورية زي زمان؟ انه زمان ده يا فندم؟ لما اقترحت عليكم انا واعترضتم انتم. اللي فات مات يا فندم، احنا اولاد النهاردة. اولاد النهاردة ما بيتبعوش التعليمات ليه؟ اوعد سيادتك اننا نجمع كل البيانات ونعمل دراسة مقارنة ونقدمها لجنابك بسرعة. يا استاذ رؤوف انا مش عاوز تسويف، انا عاوزها دراسة دورية كل 3 شهور. ان شاء الله. تؤمر بحاجة تانية سيادتك؟ المدام عامله ايه في الشغل افندم؟ بقول لك المدام عامله ايه في الشغل. مدام مين؟ شيرين هانم يا اخي. مراتي انا؟ مالها؟ انا عرفت انها شغاله مع سعودي بيه الجزار في حي جنوب، مدير الاداره الهندسيه. ده صديقي. تشرفنا. بس انا يعني مش فاهم يعني ايه المناسبه يعني. احنا برضو نقدر نخدم. ايوه بس انا مراتي ما قالتليش انها متضايقه من حاجه في شغلها. مش ضروري تكون متضايقه، تكون مظلومه في علاوه في ترقيه، ولا عاوزه تمد سنه استثنائيه كمان زي حالاتي. ماما. ايوه. مفيش اكل في الثلاجه ليه؟ الاكل في فرن البوتاجاز سخن وكل، واعمل حساب ابوك لسه ما اتعشاش. لا تلاقيه اتعشى بره. خد نايبك وبس، اتعشى ما اتعشاش مالكش دعوه. طيب. الله، واقف كده ليه؟ ابدا. طب ما يلا. حاضر. يا ساتر، بقى زي الغول اي حاجه يلاقيها ياكلها. كلهم في السن ده كده. ها فهمتي هتعملي ايه؟ اه، هرش الميه دي على عتبه باب بابا، يخطي عليها العمل اللي معمول له يتفك. مظبوط كده، بدون ما يحس ولا يشعر. وضروري ضروري يخطي عليها 3 مرات. ما تخافيش، هخلي عبد العزيز وهو رايح يقابله يرشها. هايل، هنفك السحر اللي معموله. الغشاوه تروح من على عينيه ويسيبها. ايوه، خليني بقى فوق والتفت للتاني. ما تخافيش، القرد ده من ساعه ما دخل البيت وانا متشائمه منه، كل حاجه اتلخبطت. بقول لك ايه، ما توزعيه. اوزعه لمين؟ اندهي على اي واحد بتاعه بابيكيا واديهوله. والله فكره. طيب استاذن انا بقى. ما انت قاعده شويه. لا معلش، يا دوبك كده. طيب مع السلامة. ها قلتي ايه؟ مش عارفة. مش عارفة ايه بس؟ هما مش بيقولنا في الهندسة ان الخط مستقيم هو اقصر مسافة ما بين نقطتين؟ بيقولوا كده. خلاص هروح اقابل باباك. لا لا اوعى. هتقوله ايه؟ هخطبك منه. انت في سنة كام؟
انت عارف فاضل لي سنه وهخلص سنه، وبعدين انا بفكر ما مش هكمل في الجامعه، انا ناوي اسيب التعليم واشتغل مع بابا في التجاره. لا لا اوعى تقول لبابا كده، مش هيرضى، قول له انك هتخلص الجامعه. ملهاش لازمه هكدب ليه من اولها، بس ملهاش لازمه الجامعه دي. طب ده بابا كل يوم بيجي له ناس كتير متخرجين من الجامعه ومش بيرضى يشغلها. لا 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 ايه بس، انا بقول ان انت ما تجيبش لبابا خالص سيره الجامعه، ولا تقابل بابا خالص احسن. لو كان ضروري تقابل حد روح قابل ماما، ماما بتفهمني اكتر من بابا. زي بعض. انت قلت لباباك؟ لا. طب وافرض ما وافقش؟ ما وافقش ده نفسه في حد يقول له يا جده، هيموت كده ويجي له حفيد. وبعدين ده يوم المنى عندي، يوم ما اسيب التعليم واشتغل معاه في التجاره. قلت لك ما تجيبش سيره خالص لحكايه انك هتسيب التعليم، مفهوم؟ انا كمان ما اتجوزش واحد مش متخرج من الجامعه. مش دي برضه شقه الباشمهندسه شيرين؟ ايوه. ليه؟ احنا اللي هنبني الحيطه الجديده. حيطه جديده ايه اللي هتبنوها؟ ايوه ايوه حيطه في اوضه الولاد. اهلا يا سام، تعالوا، كويس انكم جيتوا بدري. اتفضل يا سام. هشرب بس الشاي واعمل لكم الفطار على طول. اتفضل. انا مش ايه دول؟ الله، انا مش كنت قلت لك على الموضوع ده قبل كده؟ ايوه انا مش فاهم ازاي انت هتبني في اوضه الاولاد اوضتين. هنبني حيطه تقسمها اتنين. طيب مش جايز الحيطه دي لما تنبني البيت ينهد علينا؟ لا ما تخافش مش هينهد. طيب مش كان واجب برضو ناخد راي صاحب العماره؟ ليه، احنا هنبني دور فوق العماره، ده هي حته حيطه هتقسم الاوضه اتنين. هنفضل ان شاء الله كده بقى في الطوب والزلط والرمل ده لحد امتى؟ هي ديتها اسبوع، ما تخافش انا هقف على ايديها. خد بقى هات لنا طلبات البيت. انا مش جاي على الغدا. ليه بقى؟ هروح لامي اتغدى معاها. انا كان نفسي اعزمها على الغدا، بس اديك شايف الحوسه اللي احنا فيه. معلش يا باشمهندسة. ايه بقى، انا تعبت، انا لفيت الملعب خمس مرات. لسه كمان لف؟ انا همشي، استنى كلمني وبعدين بقى لف. طب اسمع دلوقتي، انا عاوز يوم المباراه كل اصحابك يحضروا، مفهوم؟ عاوز لما اطلع على حلبه الملاكمه الجو كله يولع بالهتاف. مفهوم مفهوم، اطمن. انا عزمت جدتي وواحده قريبتها، وعزمت جدي والجو بتاعه. جدك ده نزه صحيح. اسمع هشام، عاوز كل اصحابك يحضروا، مفهوم؟ مفهوم، بس انت تضربوا القضيه في الجوله الثالثه. حيلك حيلك، قضيه ايه وثالثه ايه ورابعه ايه؟ انا هديله القضيه في الجوله الاولى. هو ده الكلام. بقول لك ايه، المدرب عامل معاك ايه؟ لسه مزرجن؟ والله ساعه كده وساعه كده، بس مش عارف ليه متضايق من القرد بتاعي. اما انت غريب خالص يا اخي، حد ياخد معاه القرد للتمرين يا اخي؟ بتفائل بيه يا اخي. يا اخوانا انتوا مش مصدقين ليه ان ده الشعار بتاعي، وهو طول عمره كان معاك. مش عارف ليه يا هشام، انا من ساعه ما جبت القرد ده وانا حاسس ان انا بقيت فت وممكن اغلب تايسون. حيلك حيلك، انت فاكر تايسون ده يبقى مين؟ هيكون مين يعني، واحد بيضرب بالقضيه زي تمام، صح؟ حكايه غريبه قوي الحكايه دي. المزرعه انتاجها بيقل، مين اللي مسؤول عنها؟ مهندس زراعه اسمه محسن عبد الخالق. من يوم ما راح والانتاج بيقل. استدعيه واساله شوف ايه السبب. اقنعك خليه، ما اقنعكش يجي واحد تاني يروح بداله. انت عارف الوزير مهتم بالمزرعه دي قد ايه. يا سيدي عارف، بس هو بصراحه محسن ما كانش عاوز يروح. طب وراح ليه؟ مين اللي وداه؟ وكيل الوزاره. لا دي مسؤوليتنا احنا، مش مسؤوليه وكيل الوزاره. لما المزرعه انتاجها بيقل الوزير هيسال وكيل الوزاره هيقول له دي مسؤوليتنا احنا، ويطلع منها هو زي الشعره من العجين. تمام. خد يا سيدي ده. ايه ده؟ امر اداري، محسن عبد الخالق يجي ويروح بداله المهندس احمد الشناوي. ايوه رؤوف، بس احمد الشناوي كيلو زر ما بيحبوش. بيحبوا ايه؟ ما بيحبوش ايه؟ احنا في السينما، احنا عايزين نزود الانتاج، واحمد الشناوي ده هو اللي هيزود الانتاج. تمام تمام، خلاص اكتب الامر ده وابعته. طب بقول يا رؤوف، ما ناخد رأي وكيل الوزارة الأول. أقول له بعد ما بعت الأمر مش قبليها. يا رؤوف، وكيل الوزارة هيعتبر إن إحنا بنتحداه؟ ما فيش تحدي، إحنا ناس بنشتغل مش بنلعب. أنا رايح له.
صباح الخير يا نكت. اهلا عزيز. عزيز. اخبارك ايه؟ انا رايح النهارده لابراهيم بيه العريس، لو ما ظهرتش لغايه بالليل تطبوا عليا تخلصوني من ايديه. يا حبيبي يا عبد العزيز، ما تكتب وصيتك. وصيت ايه يا راجل؟ انا حلت غير الشنب. برضو اكتبه لاي حد، اكتبه للقطه. طب بقول ايه، وضبوا انتوا الشنب لحد ما نوصل لحد وكيل الوزاره وارجع لكم. طيب. يوسف اطلب لي سحلب. سحلب ايه؟ انت فاهم نفسك قاعد في قهوه المعلم رؤوف؟ قوم يا حبيبي، هنا ما فيش الا قهوه وشاي. شالت لي رش على عتبة بيته عشان يعدي من عليها ثلاث مرات عشان السحر يتفك. طب ما يمكن انا معمول لي سحر، معدي انا كمان ثلاث مرات عشان السحر يتفك. السحر لسه في الدنيا دي في بقر ابيض؟ واحد، اثنين، ثلاثة. متي يا عبد العزيز. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل. الله يخليك. اتفضل. اتفضل يا متي. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الزيارة الغير متوقعة دي يا متي. اهلا وسهلا. استريح. انا تحت امرك يا متي. العفو يا بيه، العفو. انا اللي تحت امرك. خير؟ وفي الحقيقة أنا أصلا كنت بزور واحد صاحبي في شبرا، فقلت بالمرة أعدي على حضرتك. وأنا في المعادي تعدي عليا. عشان يعني أدردش شوية مع حضرتك. ندردش؟ لا، هو مش ندردش قوي يعني، هو أصل بصراحة حضرتك وحشني قوي. كويس أنت جيت يا متر. أنا كنت هبعت أجيبك عشان كنت عاوز أستشيرك في مسألة قانونية وشخصية. أوي أوي. إيه رأيك في الجواز يا متر؟ يا ساتر يا ساتر، ده شر. إيه؟ بتقول إيه؟ شر؟ أنا قصدي الشر لابد منه. حاجة غريبة يا أخي، بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول للناس اتجوزوا وأنت تقول شر؟ أنا قصدي يعني شر للي يتباطأ فيه أو يتقاعس عنه أو ما يعملوش بسرعة. ده حتى يا اخي الجواز نص الدين، واي انسان ما يتجوز بيضيع نص دينه. يا سلام يا سلام يا متر عبد العزيز. تعرف ده كلامك ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بالصحراء. مش بالصحراء كلها يعني، بحاجه معينه بتعيش في الصحراء. انت ما عيشتش في الصحراء ابدا؟ لا في الحقيقه انا وانا تلميذ رحت الهرم مره او مرتين. لا لا، انا مش قصدي يعني، انا قصدي اقول يعني انت ما عيشتش في اعماق الصحراء. لا الحقيقة أنا ماليش في الأعماق. تعرف يا بنت عبد العزيز، لو كنت عشت في الصحراء وكنت عشت فيها هناك، كنت عرفت وكنت لاحظت إن في سحلية هناك بتعيش. سحلية بتجري على الرمل، إذا مشيت على رمل أصفر لونها يتلون باللون الأصفر، إذا مشيت على رمل بني بيتلون لونها باللون البني. إذا سابت الرمل ومشيت وعاشت في خضرة أو في عشب أخضر يتلون لونها أخضر. بتتلون بالمكان اللي هي فيه، بتتلون بسهولة وبدون مجهود. سحلية عبقرية. سعادة باشا، بس أنا يعني إيه علاقة كلامي ده بالسحلية؟ العلاقة يا عبد العزيز كلامك عبقري، بيتلون بسهولة وبدون مجهود. خش في الموضوع دغري على طول وقولي شيرين بعتك تقول لي ايه. شيرين مين؟ بقول لك ايه، لاحظ ان السحلية دي سامة ومؤذية وما بتموتش الا برصاصة معينة من بندقية معينة. السحلية طالبة الرحمة يا سعادة البيت. شوف سعادتك الارقام دي، الارقام بعد وصوله بشهر، دي بعد وصوله بشهرين، دي بعد وصوله بست اشهر. انا من رايي نديله فرصه تانيه. بصراحه ده مش رايي. الكلمه الاخيره ليك يا استاذ رؤوف، دي اختصاصاتك. انا عملت امر اداري، يرجع على مصر ونبعت مكانه المهندس احمد الشناوي. اللي تشوفه. ده شاب كويس وعنده حماس، وانا واثق انه هيجيب نتيجه. خلاص، ما دام انت واثق اتصرف. اما راجل غريب صحيح. نعم؟ مين؟
لا مؤاخذة فندم مش سعادتك اللي غبي، انا اقصد لا مؤاخذة يوسف هو اللي غبي لانه كان متصور انه سعادتك هترفض الامر الاداري. لا مؤاخذة سعادتك تؤمر بحاجة تانية؟ اقعد 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 يا استاذ رؤوف، انا عندي ليك مفاجأة. خير؟ انت مش بتشتكي من السكرتيرة بتاعتك؟ ايوه مال الهام يعني؟ وشايف انها لا تصلح؟ هي من ناحية لا تصلح لا تصلح، بس كمان البنت عندها ظروف صعبة. وديها الارشيف عند لبيب. طب وانا اقعد من غير سكرتيرة؟ هي دي بقى المفاجأة، احنا هنعين لك سكرتيرة يهمني امرها، وبينه وبينك سرا يعني الكلام ده ما يطلعش برا. السكرتيرة دي تبقى قريبتك. قريبتي انا؟ بشكل غير مباشر. هي تبقى قريبة السيد الوزير. وعايزينك تعملها بمنتهى الرعاية. طب كويس ان حضرتك فتحت الموضوع ده. أي موضوع؟ موضوع قربتي بالسيد الوزير. الحقيقة اني انا لا اقرب له ولا اعرفه. انا مقدر كتمانك للسر ده. حضرتك برضو مش مقتنع. بالعكس انا مقدر موقفك. صدقني حضرتك انا لا اقرب له ولا اعرفه، وعشان اكون صادق مع حضرتك 100% احنا اخوات من ناحية الاب والام، ابونا ادم وامنا حواء. ظريفة اوي الحكاية دي، بس انا برضو مش هحلك من وعدك ليا بانك تكلمه في موضوع مد خدمتي سنة استثنائية كمان. قلت ايه يا بطل؟ اعتبر نفسك في محكمة ودافع عن نفسك. التهم الموجهة اليك هي التدخل في شؤون الاخرين، ودي عقوبتها الاعدام. انا طالب رافض المحكمة يا سعادة البيه، وده طلب مشروع. انا اعرف ان سعادتك بتحب، واللي بيحب قلبه بيبقى مليان بالحنان، ما فيهوش اي مساحة للكره او القتل او الانتقام. اول حاجة تقولها معقولة من ساعة ما دخلت، اللي يحب ما يكرهش. جايز يا سعادة البيه عبد العزيز، جايز يا سعادة البيه السحرية دي تكون قلت ادبها، تكون فعلا بتتبدل وتتلون، جايز تكون اخطأت، لكن في النهاية طلعت ولا نزلت سحرية، سحرية مسكينة، سحلية حولة غبية. برضو كلامك معقول فعلا. طيب المحكمة استجابت لطلب الرأفة اللي انت مقدمه. اقعد يا عبد العزيز. شوف مين يا عبد العزيز. تحت امرك سعادة البيه. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا، تفضل عبد العزيز. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل اتفضل. اقعد يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. اين الشهود؟ موجودين. اخو العروسه الشاهد الاول، والاستاذ عبد العزيز المحامي. نعم. الشاهد الثاني. تحت امرك سعاده البيه. على بركه الله. اين البطاقات؟ تفضل بطاقة. الشربات يا فيفا. لمؤاخذة يا جماعة، أصل احنا مستعجلين عشان هنسافر نمضي شهر العسل في اسكندرية. الله يبارك فيك وعقبالكم ان شاء الله. الشربات يا عبد العزيز. كنت شيرين؟ اي انا مروان، مروان احمد عبد الغفار. انا زميل سميح هانم، كنت عايز حضرتك في كلمه صغيره بس. سميح هانم مين؟ بنت حضرتك. اتفضل. اقول لها ايه بس؟ اقول لها انا بحب سميحة عايز اتجوزها؟ لا
انت كده كتير ممكن تتفاجئ. طب اقول لها ايه؟ انا معجب بسميحه ونفسي اخطبها بس كده قليل مش كفايه. الله انت واقف ليه؟ اتفضل اقعد. ميرسي يا طنط. انت بقى زميل سميحه في النادي؟ ايوه يا طنط. هو في حاجه؟ الحقيقه انا مش عارف ابتدي منين. تبتدي ايه؟ هبتدي قصه. قصه ايه؟ قصتي مع سميحه. انت لك قصه مع سميحه؟ شوفي بقى يا طنط، بصراحه بقى انا بحب سميحه، خلاص اديني قلتها اهو، بقى لي سنه بحبها وما قلتلهاش الا من اسبوع واحد. وبعدين حضرتك اتخضيتي ليه كده؟ ده انا غرض شريف، انا عايز اتجوزها. انت عندك كام سنه؟ هو مش بالسن، انما انا عندي حوالي 18 كده. انت عارف سميحه عندها كام سنه؟ عارف طبعا، عندها 17 سنه. ومش ملاحظ انكم صغيرين شويه على حكايه الجواز دي؟ لا 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 لا، عارفه بقى حضرتك انا ضد الجواز المتاخر، الجواز بدري احسن، حتى اولادنا يبقوا اصحابنا وتبقى هيصه كده. هيصه؟ انت في سنه كام؟ انا تلميذ ثالثه ثانوي. طب وهتصرف على نفسك وعلى هتتجوزها وانت لسه تلميذ منين؟ لا لا لا، ما حد يبقى فيش اي مشكله، انا والدي تاجر ميسور الحمد لله، عندنا مصنع حرير انما ايه، وعندنا حوالي 12 ارنب كده بيجروا في البنك. 12 ايه؟ قصدي 12 مليون جنيه يعني. طب والدك يعرف الحكايه دي؟ طبعا يعرف، مرحب جدا جدا ومستعد يجي قبل رؤوف بيه في اي وقت، بس انا طبعا قلت الاول اكلم حضرتك. يا ابني سميحه لسه طفله. طفله ده بس عشان حضرتك مامتها، انما هي هانم. هانم؟ ها قلت ايه يا طنط؟ والله انا مش عارفه اقول لك ايه، يعني انا افهم لما تكون متخرج وجاي تتقدم لي وسميحه الاخرى اتخرجت انا اقول لك اهلا وسهلا، انما يعني دلوقتي يعني لسه هستنى كمان 5 سنين. طب انا ايش ضمني بس ان هي ما تتخطفش؟ يا مين اللي تتخطف؟ سميحه يا طنط، اضمن انا منين ان هي ما تطيرش وحد يجي يتجوزها؟ انت عارفه يا طنط البابا قال لي ايه؟ قال لي يا مروان يوم هتخلف هحط المولود 1,000,000 جنيه في حسابه في البنك. الراجل نفسه في حفيد يا طنط. الراجل نفسه في حفيد يا طنط. والله انا مش عارفه اقول لك ايه. قولي بقى يا طنط. ها طب ما تسيبني افكر. طب قولي الاول وبعدين فكري على مالك. والعلم حضرتك بقى انا بصلي وبصوم وحضرتك ممكن تسال عليها في المدرسه وفي النادي كمان. عدم المغزى يا باشمهندس، اتفضلي تشوفي مكان الحيطه اللي هنبنيها. تسلم اجيب يا شيشة، ما فيش حد في الدنيا يعمل اكل فيه النفس ده، مش ممكن مش ممكن ابدا يا ناس. يا واد بطل بكش يا ابو سمره بقى. شوف يا شيشة، الفرق بين الاكل بتاعك واي اكل ثاني في العالم، حتى اكل امي زي الفرق بين الطعميه والديك الرومي. شوف الواد الحلاني دي، يعني منك. النهايه بعد بقى المقدمات دي كلها، ايه اللي انت عايزه؟ يا سلام، انت الوحيده اللي فهماني في العالم ده كله يا سيده. شوف يا ستي، اولا عاوزك تحضري ماتش الملاكمه بتاع على بطوله القاهره. ماتش ملاكمه ايه يا واد اللي هحضره ده؟ ماتش بوكس يا تيتا. محسوبك اللي قاعد قدامك بكل تواضع ده هو بطل الجامعات في الملاكمه. يا سلام، وايه اللي يخليك تلعب لعبه عنيفه زي دي؟ لاني عنيف يا تيتا، لاني بطل. بعد 3 سنين ونص هروح الدوره الاولمبيه اجيب لك الميداليه الذهب تعلقيها على صدري. طب دي اولا، وثانيا بقى عاوز عربيه يا تيتا، عاوزك تضغطي على ابنك رؤوف بيه اللي يبقى ابويا وتصدري له امر قاطع ناهي انه يشتري لي عربيه. مش مهم تكون جاكوار ولا لامبورجيني، اي عربيه والسلام، انا حارضه، انا متواضع اما اشوف اخرتها، بس المهم تكون فيها موتور وكاوتش. ايه رايك يا رؤوف في الانواع دي؟ كويسه. لا 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 لا، الحاجات دي تدخن 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 هدوم بس ومش فارقه معاك، ما مش لازم تدخل. انا فاكر انها كانت
بتحب تورتة الكاساتة. انا هشوف لها تورتايه بالكاساته. عن اذنك كده شويه. كاساته؟ ايوه تورتايه. ما انت لسه واخد لها جلاتي. يا بني ادم ضيفه، ضيفه ولا بد ان تشعر اني انا بكرمها. اه بس انا رؤوف بقى شايف ان الاكرام ده زايد حبتين. يعني ايه؟ يعني لو مراتك شافت اللي انت شاريه ده كله هتعتبر نفسها انها مسكت قضيه حب في حال التلبس. يا سلام، بتبقى مجنونه. لو سمحت يا اخ، لو سمحت. انا عايز التورتايه اللي بالكاساته لو سمحت. مراتك برضو اللي مجنونة ولا انت اللي مزودها شويتين؟ بتخرب. بتقول ايه يا رؤوف؟ انا ما بخرفش. تحب اقولك على اللي انا شايفه ولا انت عامل نفسك مش واخد بالك؟ انا مش واخد بالك. اه كده تبقى انت صادق مع نفسك. حكيم روحاني حضرتك؟ لا، حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش. لا ما جيب لي حته بسبوسه اكلها وانا واقف. انت بقى ناوي تهرج؟ خلي بالك انا فايق ورايق او ممكن اهرج معاك للصبح. رؤوف انا ما بهرجش يا صديقي يا حبيبي. هناك شعرة صغنطوطة ما بين الحب وما بين الاهتمام بشخص ما. مش معقول تقعد لسه 4:30 من غير أكل. يعني حكدب ليه يا ماما بحاجة زي دي؟ لا العفو، أنت تكذب لا سمح الله. مش معقول ستك نزلتك من غير ما تاكل. مش بتقول فوت عليها؟ أيوة فوت عليها مسافة ما سلمت ونزلت. وبعدين أنا برضو أكل من إيدين حد غير إيديك أنت يا ست الكل. لا يا حبيبي، تاكل ونص وثلاث أرباع كمان. خلينا في المهم يا ماما بقى. دلوقتي انا هنام ازاي في الاوضه وهي عامله زي الكهف ومليانه طوب ورمل كده؟ كلها يومين وهتروق. الدنيا دي كلها ظلم. المفروض تبقى لي فيلا على النيل، مش حته اوضه اسمها حيطه. يا سلام يا رايق. امال سوسو فين؟ عايز ايه من سوسو؟ ايه يا ريتني افتكرت حاجه حلوه. يا اختك يا ولا مش حلوه؟ على الاقل احلى مني. لا في دي عندك حق. يا خايب في حد يقول على نفسه وحش؟ يا ماما الاعتراف بالحق فضيله. امال ما بتعترفش انك كلت عند تيتا ليه؟ مش عارفك ان انا كلت عندها. لان ولا مره اروح عندها لما تعزم عليا. انا عارفه انه كذاب، معقوله يروح عندها من غير ما ياكل؟ يلا روح غير هدوم. مش لاقيه الفستان بتاعي، كنت سايباه الصبح على الشماعه. انا حطيته في الغسيل، روحي خدي فستان نظيف. كل هدومك مغسوله ومكويه. اظن انا مريحك من حكايه غسيل الهدوم، ودي اهم ميزه فيا. قصدك القذارة؟ لا اقصد ان انا دايما لابس الترينينج. طب يلا كمل اكلك وبلاش خياب، وباغسل الاطباق بعد كده. ليه وهم الستات خلصوا من البيت ده ولا ايه؟ مالهم بقى الستات؟ هيقطعوا نفسهم شغل وبيت لما هتهدوني. طيب خلاص هغسل وهكنس وهمسح، بس ما تزعليش كده وتعكري دمك. طب اقعد يا اخويا اقعد، قرفتني في عيشتي. اهلا يا رؤوف. ايه ده كله؟ ولا حاجه، دي حاجه بسيطه. اصحي مامتك تشوفك؟ لا اوعي تعملي حاجه زي كده. انت عارفه بتتعكنن قوي لو ما نمتش الظهر. دي حاجه كتيره قوي. ده كتير ايه ده؟ لا ولا كتير ولا حاجه. انا اصلا عارف ان انت بتحبي الجيلاتي، جبت لك كل انواع الجيلاتي والكاساتا بصراحه انت وعمتي مدلعيني خالص. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا رؤوف. انا هقول لك تشكريني ازاي. ازاي؟ ترجع لك تاني ابتسامتك الحلوة القديمة بتاعت زمان. صعب يا رؤوف، صعب ان الماضي يرجع. لا يا مها لا، ارجوك تحاولي. اوعي يا مها تستسلمي للحزن. اوعي تتصوري ان في حد من غير مشاكل ولا احزان. سيبك من مشاكلي انا، قولي انت عامل ايه؟ انا كويس. عينيك بتقول حاجة تانية. ازاي؟ انا حاسة انك حزين. ليه؟ مش عارف، من غير سبب. انت لسه كنت جاي دلوقتي سعيد، ايه اللي غيرك؟ اوعى اكون انا السبب. انتي؟ لا ده العكس. بالعكس يا ما. وقولي لي انتي ناوية تعملي ايه؟ لسه مش عارفة. ما هو موقف صعب، موقف الحيرة اللي احنا فيها، ان الواحد يبقى مش عارف يروح يمين ولا يروح شمال، يمشي لقدام ولا يرجع لورا. دوامة صعبة وانا مجربها. حاجة غريبة قوي انك حاسس كل ده. انت ازاي بتقرا افكاري بالسرعة دي؟ هقوم اجيب لك جيلاتي.
جوه القفص الوردي بصرخ في جنبات الكون واكتب على أوراق